عليك؟ محمد سليم معاكم ماسك الساحة. أنا بقالي سنة ونص شغال في المستشفى، بس هو عشان الجو شمس وكده هو الحرارة زي ما انت عارفين طبعا الأشغال، يعني الإقبال بقى بيبقى بعد المغرب مثلا فترة الشروق دي، بيجي برضو العيال والأطفال يجي يلعبوا ويستمتعوا فيها وكده هو، زي ما انتوا عارفين في سكتات اللي هو كتيرة يعني وكده هو. تمام. وفي الأعياد؟ في الأعياد شغالين برضو بنبقى 24 ساعة الأعياد، فترة الأعياد دي يعني عيد الضحية، العيد الصغير، زي ما انتوا عارفين العيال مثلا بتنزل من بعد المغرب ممكن تبقى لحد الساعة 5 الفجر يعني فترة العيد. لكن غير كده مثلا العيال عشان المواطن بيتفضلوا مثلا على بيوتهم وبيجوا تاني. طب وأيام مثلا زي يوم الخميس كده اللي هو آخر الأسبوع ده بتلاقي بلد دي؟ كثيرة طبعا، الناس بتيجي من البلاد كده تتفسح زي أبو الريش والعقبة والخطارة والحتت دي، بيجوا هنا يقضوا وقتهم يعني. بيجوا هنا يتسلوا وكده، زي ما شايفين البحر كمان في الشتاء بتبقى أحسن وأحسن. يعني في الأجواء في الشتاء بتكون أجمل طبعا قصاد النيل على طول يعني. مثلا في الشمس كده في الشتاء عادي بيلعبوا، لكن دلوقتي شمس اليومين دول طبعا صعب جدا، صعب خالص. يعني حتى زمان في الساعة 5:30 زي كده قبل ما يكون الشمس بالسخونة دي كان ممكن الأولاد تنزل مثلا أو يلعبوا، لكن دلوقتي عشان درجة الحرارة، درجة الحرارة عالية خالص في أسوان في الظل وفي الشمس. في الشمس أكيد. ومثلا هنا برضه بيجي 24 ساعة يلعبوا الأطفال من حي العقاد ومن جميع الأماكن طبعا، عيال صغيرة، وفي جلسات اللي هو بتبقى تعليم الاسكيت. تعليم الاسكيت. يعني في مدرب بيبقى معاهم مثلا، بيبقى معاهم اللي هو مثلا بيعملوا طابور وكده هو، المدرب بيبقى معاهم. انت في سنة كام يا محمد؟ انا تالتة اعدادي. تالتة اعدادي بتشتغل اكتر في الاجازة طبعا. اكيد. وعملت ايه في الامتحانات السنة دي؟ نجحت الحمد لله. جبت كام؟ جبت 275 من 280. ما شاء الله، الف الف مبروك، درجة حلوة يعني 275. ناوي تدخل ايه بقى يا محمد؟ تمريض. تمريض؟ طبعا التمريض كله دلوقتي بيلجأ للتمريض عشان المستعد. صح. ربنا يوفقك.